يا رب صوت العيلة، يا رب انا ما بقتش عارفه اركز في شغلي لما اشوف مين اللي مشغل اغاني بصوت عالي. وكمان بقى ايه هلبسي سلاسل وحطي حاجات كتير قوي والبسي غوايش وخواتم، وانتي بكره برضه هتعملي زي بس هتحطي بروكين لونه اصفر. انا عايزه اقولك على حاجه بقى، انا عايزه البس تمسكني تفرمني وتشدني من شعري وتعاقبني قدام اصحابي، انا بحب كده. واقولك على حاجه، بكره عندها امتحان وانا مش مذاكره ولا حاجه ولا عارفه اصلا اي حاجه، فانا عايزه اقولك على حاجه، بكره هاتي تليفونك عشان نتصور، وكمان صوري كل المنهج على التليفون عشان نغش لو انت. ايوه اصلا مش عارفه اي حاجه. لا احط الرز ده ولا احط الرز ده؟ لا انا احط الرز ده. الله انا هحط بقى واتقل في الميك اب عشان الناس تعاكسني. زيرو كام؟ ايه يا مزه زيرو كام؟ انا هحط من ده هتقل الميك اب. الله انا كده قمر بقى. تقل الميك اب، حطيت من ده. لا هحط هتقل الروج، معرفش ليه ما تقلتش الروج. هتقل اهو تقلت الروج. لا هحط كمان طبقة. ايوة يا اصالة عشان تبقي مزة بقى والناس كلها تعاكس. ايه يا مزة؟ زيرو كام؟ زيرو عشرة ولا تمانية؟ ايه يا صاحبتي اوعي تأتي، هادي اهم حاجة. غزل بتكلمي مين في التليفون يا غزل؟ بكلم صاحبتي، بكلم مين يعني؟ وتكلميها ليه؟ سيبي كده. هو انت دلوقتي مش بتذاكري؟ ايه اللي بيخليكي تكلمي صاحبتك في التليفون؟ اقول لك على حاجه يا ماما، جايزين بوركين عشان احط بوركين بكره وانا رايحه المدرسه. هتحطي بوركين في المدرسه؟ يا نهار اسود ولونه اخضر. واقول لك على حاجه، جهزي سلاسل قد كده عشان عايزه البسي سلاسل قد كده، وعايزه البسي غوايش، وعايزه البسي خواتم عشان عايزه البس عاقبني من الاخر يعني. انت عايزه تعاقبني؟ ايوه يا ماما، ده اخر كلام عندي. اخر كلام عندك؟ واقول لك على حاجه بقى يا ماما، انا مش مذاكره اي حاجه يا ماما، الامتحان والله انت اخرك سباك. سباكة؟ ماشي يا ماما، والله العظيم بقى سايباكي. ماشي مالكيش دعوة انت بس يا صاحبتي، المهم هتجيب التليفون معاكي. فيروز بتعملي ايه يا فيروز؟ ايه يا ماما؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ فتح الميك اب بتاعي ليه؟ كده انا بحبه. ايه بتحبيه ده؟ انت بتحطي ميك اب ليه غلط؟ لا عشان يا ماما الناس تعاكسني وتقول لي ايه يا موزة، رقم زيرو عشرة ولا تمانية؟ لا عشرة. ايه قلة الادب دي؟ ايه فين الميك اب ده وشيلي في الشنطة بتاعتي؟ لا ايه اللي لا؟ انا حرة، انا بحب الميك اب بتاعك. يا رب صبرني. وانت ايه اللي جابك تقعدي معاها بس؟ هتبوظك. بتعملي ايه؟ بحط لها ميك اب. يا الله. لا انا تعبت من البنات دي، البنات دي كده كتير عليا. واحده عايزه تسمع عيني بصوت عالي، والتانيه بتحطي مكياج، والتالته عايزه تقعد تتعاقب في المدرسه وما بتذاكرش. انا لازم اشوف لي حل، انا استحاله اسكت على التسيب ده. يا رب حلها من عندك يا رب. اعمل ايه بس واتصرف ازاي؟ هي حلها حل واحد. ايوه انا اخد بعضي وامشي من البيت ده، وهم مش هيلاقوني مكان تاني يقولي فيه. ماشي يا بنات، انا ماشيه من البيت. ماشي يا بنات. نعم يا ماما. ايه يا ماما عايزه ايه؟ ايه صوتكم العالي ده؟ بقول لكم ايه؟ ماما ماشيه وسايبه البيت ده. ماشيه وسايبه البيت ده؟